السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت نشارك معكم مشتريات جديدة اللي هي عبارة عن بيجامات ديال البرد، اللي من بينهم كما كتشوفوا أول بيجامة هي هذه. كيف كتشوفوا التيسو ديالها ارطيطب وكم، وهي كتكون من تخوا ديال لي بيس كيف ما كتشوفوا هنايا. راه ماركة تركية، فيها هاد الموتيف اللي هنايا، واعر الصراحة هاد الوريضة. وكتشوفوها كي كتجي من الداخل، هاد اللي كيدار الفوق، وهاد البيجامة تا هي رطيطبة اللي كتكون لتحت مع السروال حتى هو. غزالة غزالة الصراحة، كتجي بهذا الشكل. المهم كيف كتشوفوا راه هي هذه البيجامة الاولى، ماركة تركية زوينة هائلة. زعما اللي بغات تعرف شي نوعية باش تشريها في هذا البرد. وندوزوا الان لواحد النوع الثاني اللي هو هذا، كيف كتشوفوا هنا في التصويرة، حتى هي ماركة تركية واعرة، تقدر تلبس حتى على برا، زعما تخرجي بها الا كنتي مزروبة بطبيعة الحال. كيف كتشوفوا كتكون من هاد التريكو اللي بحال هكذا، كيجي هكذا، هذا كيجي تحت منها، حتى هي بطبيعة الحال راكم. المهم كيتواتاو مع الفصل ديال الخريف والشتاء. وها السروال ديالو، حتى هو هائل روعة. كيف كتشوفوا هنا راه فيها هاد الجويبات، وراه في نفس الطيم ديال التريكو باش كتعرفوا راها ديالو بلي. المهم هاد البيجامات الصراحة هائلين، كنصح بهم اي وحدة. المهم البنات، فاحنا وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى هاد الشيء نال الاعجاب ديالكم. الا كنتو كتشوفوا هاد الفيديو لاول مرة، ما تنساوش تشاركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس وتخليوا لنا اللايكات والتعاليق بطبيعة الحال. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.